كان التقى نهار الجمعة عمل سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الحكومات السابقين كما حمد الجبالي علي العريض الحبيب الصيد ويوسف الشاهد. وهذه الصورة الشهيرة اللي جمعت الخمس رجالات تقريبا. أيضا فؤاد المبزع رئيس الرئيسين السابقين فؤاد المبزع ومحمد الناصر. وفي تصريحاته يقول أنه مشاوراته بينت وجود إجماع على تشخيص الوضعية الاخطيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ويأكد أنه حكومته تطرح على نفسها أنها تكون حكومة المنجز الاقتصادي والاجتماعي. لكن السؤال اللي يطرح نفسه اليوم في ظل هالخلافات السياسية العميقة بين مختلف مكونات هذا المشهد السياسي التونسي، هل ينجح المشيش اليوم في تقريب وجهة النظر ويلقى هالتوليفة هذية السحرية باش يجمع الجميع ويكون حكومة ذات حزام سياسي قوي؟ شو لقاءات هذه مهمة، وقتاش تكون مهمة؟ وقت اللي تكون فما إضافة، لأن وقت اللي أحيانا تلتقي معناها بعض الأشخاص اللي غيالمان ماهوش باش يزيدك حد شيء. التشخيص متفاهمين فيه، انا سي هشام مشيشي ولد الاداره التونسيه ونتصور عنده تشخيص اكثر من 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 حتى رئيس رؤساء حكومات سابقين، معناها خدم في وزاره النقل، وزاره الصحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه. المرأة أيضا لا بالحق، معناها اللي عدة قطاعات واللي هو بطبيعته ملم. أنا نتمنى يقابل الخبراء، لأنه اليوم شنو الإشكال؟ الإشكال كونه حتى الاستراتيجيات الكبرى والإصلاحات الكبرى اللي كل حكومة تجي ديما فما إشكال في الاستمرارية. واللي لهنا نوجه تحية أنتخ بانتيز لسونيا بشي، خاطر الحقيقة اللي من بين الوزراء، خاطر هذا السكتور متاعي، وقت اللي أكثر من مرة أكدت على كونه هوكا رانا نكملوا، رانا في إطار استراتيجية تخدمت ونكملوا فيها. لكن أنا لا نبش نرجع حاجة أخرى قلقتني. أنا تمنيت هالمفاوضات اللي تبقى في إطار احترام هيبة الدولة ومؤسسة الدولة، لأنه اليوم وقت اللي نلتقي رئيس حزب خارج المقرات الرسمية ونرجع لسياسة الصالونات اللي هي اللي دمرت البلاد هذه، ونشوفه كأنه بدينا هكا نحطه في القفص الذهبي للعصفور النادر، أنا هذه تقلقني. تقلقني لأنه اليوم سياسة الانبتاح راهي تفرق برشا على المفاوضات. وأيضا إذا كان حبوا معناها اللي السياسات البليتون الخلافات السياسية نتعديوها، راه ما يلزمناش نكونوا من ذوي الايادي المرتعشه، ويلزم نحطوا الجميع امام الامر الواقع. انهم با بربي ارضى عليا خليني اعدي حكومتي.